مقادير: كيكة الزعفران والهيل، كوب ونصف طحين منخول، 3 بيض، نصف معلقة صغيرة خل، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة هيل مطحون، ومعلقة صغيرة زعفران، ومعلقة صغيرة فانيلا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. نحتاج كمان لكوب صغير حليب سائل، مقدار كاسة الشاي، وكوب صغير زيت نباتي، وطحينية لدهن القالب. للتغطية بنحتاج نصف علبة حليب مكثف محلى، كريمة بودرة، 6 مكعبات جبنة، علبة قشطة، وفستق حلبي، وزعفران للتقديم. نعم، موضوعنا سهل وحلو وممتع. هبة، رح أنظف مكاني وعلى تمام. طول بنخفق البيض، حكينا بالحلو وبالمالح، بدك الزنخة تروح، نقطة خل أبيض بتقضي تماما على البكتيريا الموجودة في البيض وبتبطل تحسي فيها. بعد ما نخفق البيض مع اللي هو الخل الأبيض، رح أنزل عليه اللي هي بدول الخليج بيحكوا عنها بيالة حليب، بيالة زيت، بيالة سكر. البيالة اللي هي كوب صغير اللي هي كاسة الشاي. نعم، فالربع لما بيجتمعوا عند بعض السيدات الحلوين بيكون هذه الكيكة، وفي كيكة الزعفران بالحليب لاحقا راح أعمل لكم إياها إن شاء الله. راح ننزل بسم الله 3 بيض بحرارة الغرفة، تمام، خل أبيض شوي، وبعدين فانيلا سائلة ما بدها إشي أبدا، بعدين معلقة صغيرة من الزعفران الشعر، ومعلقة صغيرة من الهيل المطحون. إذا كان الزعفران الشعر غير متوفر ممكن تستخدمي اللي هو الزعفران في أصنص سائل. حلو، بصير يعني ما في مشكلة، المهم إنك أنا بهمني. هيا تمام، خلي هاي للديكور، وبعدين رح أحط معلقة صغيرة من الهيل المطحون أو قلبك بس ما تكون معرمة. تمام، البيكنج باودر رح يروح على الطحين، وكمان رح ناخذ رشة من الملح، يعني إشي بسيط فوق الطحين. طبعا الطحين ضروري هبة يكون منخول أكيد، ربع معلقة صغيرة. رح أخفق البيض وبعدين بنزل عليه السوائل مباشرة، وخلصت الكيكة، كتير زاكية وكتير مفيدة. رح نخفق وناخذ معك مشاركات. أكيد. بسم الله. تعرفي أنا مبارح بالحجر كنت عم بفكر شو ممكن أعمل كيكة هيك سريعة. بالضبط، هاي سريعة وما بدها إشي وكتير طيبة. يلا بس تمتزج المكونات بطلي خفق كيك، مش الشطارة أضل أخفق بخرب الدنيا الخفق وبيوقع الكيك وبيطير الهواء من الطحين. رح أنزل الطحين المنخول، لازم يكون منخول، بحرك مانيوال لحتى ما يطير الطحين في مطبخي ويوسخ لي الرخام، يوسخ لي المجلة. لهيك في كتير سيدات بتلاقيها بتتنكد لما بتعمل أي إشي لأنه المطبخ بيعوم. صح. وهذا مش لأنه الوصفة غلط أو لأنه المطبخ بغلب، لا، يعني بعض العادات المتبعة في تحضير الأطباق يعني هي اللي بتزعج. هذا النوع من الكيك هبة هو عبارة عن الكيك الإسفنجي المضغوط، يعني هي مش من فصيلة الكيك الهش. أوكي. فنوعا ما بتكون ماسكة زي كيكة السمسم اللي عملناها، فما تفكر إنها معجنة أو إنه قوامها كتير تقيل. رح نضرب شوي وتشوفي معاي القوام بالشكل النهائي. يلا هيك، هذا هو قوام خليط الكيك أمامك، مش كيك بيكون سايل مثل اللي أنا وياكي متعودين عليه. ثيك شوي. نعم، هو بيكون كتير تقيل. يس. فما تحسي إنه السوائل فيها عيار غلط، لا هو هيك. تمام، هيها أمامك، بصير لون الكيكة على أصفر بسبب وجود الزعفران مع الحليب، الحليب بيصبغ فبيصبغ لي الكيكة. تمام،
يلا هلا راح نجيب القالب تبعنا علشان ندهنه بالطحينيه. بدك تحطي زبده وطحين او زيت وطحين بصير، ولكن الطحينيه مع هذا الكيك طعمها كثير طيب في على القالب، وكمان بتعطي اللون اللي هلا راح تشوفوه على قالب الكيك اللي انا جهزته. ايش ممكن بديل عن الطحينيه للاشخاص اللي ما بيحبوا الطحينيه؟ زيت وطحين او زبده وطحين. اوكي تمام. بروح بجيب فرشايه وبدهن القالب من القاع والحواف وحتى من الوسط لحتى كمان ياخذ اللون من كل الجهات ويعطيني الطعم الصحيح. حبيت الفكره. طبعا القالب كل ما كان شكله حلو ممكن احيانا يعني تكتفي فيه بشكل الخارجي وما في داعي تعملي تغطيه، بس انا راح اعطيكم طريقه للتغطيه لحتى تشوفي كيف بنعمل كيكه فخمه بس بشكل سريع جدا. ويعني هالاشياء موجوده بكل البيوت، مش زي الحلويات الغربيه مكلفه. وصراحه تغيير عن الكيك العادي اللي احنا دائما بنعمله وكثير مفيد، والريحه الريحه يعني بصراحة. انا امبارح بعمل عملته بالبيت، الجيران دقوا علي شو هالريحه، ما معروفه بيت الروائح. الله يعينهم جيران. فريحه الزعفران والهيل. انا لو سالتك علا بسكن معك بقول لك ما لا رح نكون صحبات والله. لا بتفضي لي غرفه ما بيزبط. البركة يا أمر. حبيب. تمام، إحنا هون دهنا الطحينية وحطيناها بالقالب، وبعدين رح ننزل خليط الكيك. هلأ هذا الخليط رح يكون شوي على قد القالب، حبيتي تكبري حجم الكيك بتضعفي كل المكونات. خليني أنزل معاكي هبة ناخذ مشاركات أو أسئلة. أكيد. علي الكركي صباحكم ورد، أم يوسف صباحكم فل، أم مريم يسعد صباحكم يا رب، أم يوسف العماوي صباحك ورد يا أم يوسف، صقر النتشي بيصبح علينا من الصلت وبيصبح على مدامته يسعد صباحكم يا رب، أم ثامر المجالي، علا فنان الديكور بجنن شكل الطبق، نطق ألوانه طاقة إيجابية وتفاؤل، يسلموا كتير إن شاء الله. الله يجيب أيام على هالبلد وعلينا وعليكم وعلى عائلاتنا بحلاوة هالألوان، بس قولوا أمين إن شاء الله. الله كريم. خلصنا قاربنا. عم ببعثوا لي من الجالية العربية الموجودة بالصين. سمعوك يا هبة اشتقوا لك. منيح أنه تذكرتينا يا هبوش. الله يسعدهم. احنا كمان يعني من أسرة مطبخ يعني. يوم جديد نوجه لكم تحية وإن شاء الله. أصلا أنت مو عارفة الجالية الأردنية قدي غطت على أكل الصيني بالمنطقة. في كتير مطاعم فتحت موجودة بالصين، مطاعم أردنية. نعم. عادي كنا نلاقي المنسف، كنا طبعاً. نلاقي المسخن، نلاقي كل الأكلات اللي بتخطر على بالك، وصاروا الصينيين هم نفسهم يجوا لعنا على مطابخنا يأكلوا المنسف ويعشقوه كمان مش بس. ما أنا سبق هبة قبل هيك ذكرت بإحدى الفقرات بأنه سواء كان طاهي أردني أو حتى أردني صح. اللي بيروح بيعمل الأكل الأردني في أي مكان شابوه، يعني بتلاقي الناس عم يركضوا عليه. رح نعمل التغطية تمام اللي مش طبيعية هاي على قوالب الكيك اللي فيها البهارات عامة. حلو. الكيك اللي بنسوي فيه الزنجبيل، كيكة الجزر، يا ويلي على هالتغطية بتجنن. 6 مكعبات من الجبن المكعبات تبع السندويشات، نص علبة حليب مكثف محلى، ظرف واحد كيس من الكريمة البودرة، وعلبة قشطة حديد. ما في حديد حطي الكرتون علبة وربع، تضربيهم مع بعض وتمام. هلأ بالنسبة لخبز الكيك عشان ما أنسى، الرف الأوسط بدك تطولي بالك عليها تقريبا ساعة، بتاخد وقت لحتى تستوي كتير منيح. ساعة الرف الأوسط على 180. رح نجهز التغطية عشان نعمل كفر على الكيك اللي حضرناه مسبقا. حلو. يلا لحتى امتزجت المكونات مع بعضها البعض، برجع أنا بضربها مع بعض كتير منيح لحتى أكد إنها كل الأمور تمام. بعدين بجيب قالب الكيك الجاهز، وبدول الخليج هالنوع من الكيك تحديداً تقدم فاتره.
مش باردة ولا ساخنة، بتطلع من الفرن ما بيجتمعوا الستات، وبتقلبها بقالب الكيك هالست وبتحطه أمام ضيوفها. فعشان أنت تكوني عارفة إنه هالنوع أو كيك البهارات عامة واللي فيه زعفران بدول الخليج يقدم ساخن نوعا ما دافي، بس إحنا بهذا الشكل بشكل عشوائي وبكل بساطة رح أنزل هالخليط. حبيتي حبيتي، ما حبيتي برضو كمان شيء برجع لك. نكمل معك هبه قبل ما نختم. طيف احمد العدوان بتصبح علينا، علي الكركي تحياتي لاحلى مذيعه واحلى شيف، شكرا يا علي. ام عبد الله يسعد صباحك يا رب، وام احمد لضمور يسلموا ايديكي ست علا معدله. سالم نبيل صباح الورد والسرور، بدي طريقه كيك العسل. حبوش الصلاحات صباح الخير للورده حبيبه القلب علوش والعسل هبه، شكرا يا هبوشه. شايفه بشكل عشوائي، ما بدنا لا نحط علبه انينه كريمه ولا شيء، مش حلو، خليها نحافظ على شكلها العشوائي بما انها حلا شرقي بامتياز. طبعا هذا اللون مش لانها تحمرت ولا لانها محروقه، للتاكيد هذا اللون بسبب الزعفران الطحينيه اللي برا. لا انا عم بحكي عن الكيكه. لون الكيكه من الزعفران. نعم، اي سؤال؟ ام عبد الله المصري صباح الفل والياسمين. ام احمد كمان بتقول نفسي اكون قريبه من ست علا. يا حبيبتي يا حبيبتي، الشرف لي. وين ساكنه حبيبه قلبي؟ خلينا نغششهم. لا جميله صباح العسل. ام انس يسعد صباحكم منورين. براء يسعد صباحكم، بدنا سينابون. عملنا. طيب عملنا يا قمر، شكله انت اللي بدك سينابون هبه. لا والله مش انا. أم يامن يسعد صباحك يا أم يامن، وصباح الورد. أم صالح الحنيطي يسعد صباحكم، يسعد صباحك يا رب. رامي سليمان صباح الفل والياسمين، وأم أمير يسعد صباحك شيف. الله يسعد صباحهم جميعاً. أم ثامر المجالي بتقولك الريحة وصلت لعنا. أبداً، رح نحط قطع من الفستق الحلبي، كتير بتلبق معها التغطية، كتير طيبة وحلو، بتكسر شوية ألوان، بالإضافة إلى الورد المحمدي اللي هو الورد لتزيين الحلويات بنستخدمه، ورح أرش كمان رشة من الزعفران اللي هي هذا كتري زي يوم المسخن حبيت الدنيا بصل. لا بس كيف طلع زاكي؟ كتير زاكي عن جد، عمل ضجة صراحة ما توقعت. قدي سألوني عن الرز كيف طعمه، قلت لهم بشهي، قريب من الصيادية. وفعليا لو كل حدا داقه حيغير الخبز ويحط رز، فعليا انا حبيته اكثر من يعني الخبز. مجرد افكار حاولت يعني. طعمته كيف مع مرقه الدجاج؟ نعم. والبهارات عن جد كان سخن. طيب يس كان طيب. لا كان طيب. طيب رح نحط الورد المحمدي، وحطينا شوي من شعر الزعفران لتقديم الطبق بالشكل النهائي. حلو ست البيت تسوي صحن تنبسط عليه، والاحلى تسمع كلمه الله يسلم ايديكي والله يعطيك العافيه. حلو دائما نضل نتذكر بانه كلمه يسلموا وشكرا لابناء او لحتى لافراد العائله، سواء بنتي او اختي او زوجتي او والدتي، كثير بتنبسط. فالسيده عاطفيه وحلوه بحلاوه قالب هالكيك اللي امامكم. اتمنى اني اكون ان شاء الله قدمت لكم شيء حلو. وهي جزوه القهوه لعيون هبه، لسه معنا وقت. دقيقه بس، احنا بدنا لحتى نغلي بريق القهوه ونصب لكم احلى قهوه على ذوقكم. يلا رح اخذ قلبي. من الاشخاص اذا راح وش القهوه ما بتشربي القهوه الا بوجه؟ بحس هيك. اهم شيء تكون ساده ووشها هيك بيحكي. نعم، يعطيك العافيه قلبي صراحه. كل طبق جامد القهوه له نكهه خاصه حبيبتي. شفنا بفترة الحجر قد العيلة كانت إيد واحدة. نعم. كان الكل عم بيساعد، الكل عم بيطبخ، كان البنت الصغيرة ولا الكبيرة، كان كله عم جد عم بيحاول يعمل حلويات ويبدع في المطبخ. مش غلط يعني، ما في ست ما بتعرف. وفعليا احنا شفنا بفترة الحجر الستات اللي ما كانوا يفوتوا المطبخ صاروا شيف ببيوتهم. طبعا في داخل كل سيدة شيف، وكل ست قادرة انها تصنع الأجمل وكل إشي جديد، بس هيك شوية رضا وسلام داخلي. واللي موجود موجود، وكل واحد باخذ نصيبه من هالدنيا، ما حدا حياخذ إشي مش إله. فحلو نوصل لدرجة القناعة والرضا، وهاللي موجود الحمد لله. يعني دائما اطلع على اللي اقل منك لحتى توصل لدرجه انه انا احسن من غيري بكثير. عمرك ما تتطلع على اللي فوق، لانه صراحه تعب وجهد نفسي، وهي هيك. الله خلق الناس مقامات وارزاق.
صح. فالله يديم الارزاق علينا وعليكم. امين يا رب. وكنت عم بحكي مع شهد على فكره الصبح علا انه قد ايه ما لازم نقارن حالنا بالاشخاص، وقتها احنا ما حننجح طبعا، وحنضل مكاننا وحنضل نراقب طبعا. كل حدا ربنا اعطاه شغله بتميزه، فنطور من حالنا واحنا خلينا نبدع ونتقدم. صحيح صحيح. احنا هيك بقى وصلنا معك بسرعه بمر حبيبه قلبي. الله يسعدك. مع اني تعبانه ولابسه. الله يعطيك الصحه ويعطيكم الف عافيه لجميع الزملاء وكادر العمل من معدين ومخرجين وحتى مصورين وإداريين. إحنا هيك وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم بمطبخ يوم جديد، وعملنا أنه وياكم دجاج كانتون الصيني والقهوة صارت تغلي أكيد. بالإضافة إلى كيكة الزعفران والهيل، كيكة شرقية بحتة من مستوحى من دول الخليج. مش غلط أجدد أكيد. الغلط أني أنا أحافظ على هالروتين وما أكسره صح. في بيتي. بس يعطيك العافية حبيبة قلبي. الله يعافي قلبك. وشكرا لكل طاقم العمل من مخرجنا ماجد، من فنيين، من مصورين، من ميلن سور اللي بنحبها كلها وبنموت عليها فردا فردا. استنونا بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة. باي 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 باي. يلا نصب القهوة.